ظهرت تسريبات عن موبايل جديد جاي من شركة ريلمي، والموبايل دوت فعلا وحرفيا بيقدم مواصفات جبارة وصوت سعر منافس قوي. والموبايل دوت هو موبايل ريلمي جي تي نيو 2 اللي جاي مع مواصفات جبارة وشكل مميز شوية من شركة ريلمي. بس قبل ما نبدأ في التفاصيل، لايك سبسكرايب وتفعل زر الجرس، ولو عندك اي اسئلة سيبهولي وانا بإذن الله هرد عليك. ومن غير ما اطول عليكم تعالوا نبدأ في الحلقة. طول الموبايل هنا 158 ملم وبعرض 73 ملم وسمك 8.5 ملم وبوزن في حدود 179 جرام. وللأسف لسه مفيش معلومات عن خامات التصنيع بتاعت الموبايل دوت، وبيدعم تركيب شريحتين اتصال من نوع النانو مع دعم شبكات الجيل الخامس، وبيدعم كمان منفذ السماعات التقليدي 3.5. وبالنسبة للصوت الخارجي فالصوت هنا هيجي استيريو، يعني هيشغل لك صوت مجسم وعالي. اما بقى بالنسبة للشاشة فبتيجي من نوع سوبر اموليد بمساحة 6.6 بوصة بدقة 1080x2400 بكسل وبأبعاد 20-9 ومع كثافة بكسلات 398 بكسل كل بوصة، وبتيجي بمعدل تحديث عالي واللي هو 120 هرتز. والبصم هنا كمان بتيجي تحت الشاشة. وبالنسبة يعني مواصفات الشاشة ديت انا شايفها شاشة ممتازة قوي، او اي نعم ناقصها شوية حاجات بس قصاد السعر اللي متسرب لأ شاشة ممتازة جدا جدا جدا، ومش شايف فيها اي عيوب قصاد الفئة السعرية بتاعتها. وبالنسبة للرام والذاكرة فالموبايل بيجي بنسختين، النسخة الاولى 128 جيجا مع 8 جيجا رام، والنسخة التانية 256 جيجا مع 12 جيجا رام، وللأسف مش بيدعم تركيب بطاقة تخزين خارجية. وبالنسبة لنظام التشغيل والأداء فالموبايل هيجي بنظام تشغيل اندرويد 11 مع واجهة ريلمي يو اي 2 مع معالج سناب دراجون 870 5G بدقة تصنيع 7 نانومتر مع معالج رسومي ادرينو 650. وطبعا من ناحية أداء المعالج دوت فهو معروف بأدائه الجبار في موبايلات الفئة المتوسطة، وانتشر بشكل كبير جدا في الفترة اللي فاتت في الموبايلات اللي في حدود من 5000 ل 8000 جنيه، يعني كأداء ما بيهزرش. ومن ناحية الكاميرات فالموبايل بيجي بتلات كاميرات خلفية، الأولى بدقة 64 ميجا بكسل بفتحة عدسة 1.8، والكاميرا التانية بدقة 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة 2.3، وهي كاميرا ألترا وايد بتصور بزاوية 119 درجة، والكاميرا التالتة بدقة 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة 2.4، وهي كاميرا ماكرو وبيجي معه فلاش ضد مزدوج وبيدعمه تقنية البانوراما والـ HDR، وتقدر تصور فيديو بدقة 4K بسرعة 60 إطار في الثانية وبدقة Full HD بسرعة 480 إطار في الثانية. أما بقى بالنسبة للكاميرا الأمامية فبتيجي بدقة 16 ميجا بكسل بفتحة عدسة 2.5 وبتدعم تقنية البانوراما والـ HDR، وتقدر تصور فيديو بدقة Full HD بسرعة 30 إطار في الثانية. وبالنسبة ليعني أداء جودة الكاميرا ديت فهي لسه في التسريبات ما نقدرش نحكم عليها، بس من حسب الأرقام بتقول إن هي ممكن تديك نفس أداء كاميرات ريلمي 8 النسخة العادية. ومن ناحية باقي التقنيات فالموبايل هنا هيجي مع واي فاي من الإصدار السادس، وكمان بيدعم تقنية الواي فاي دايركت والبلوتوث من إصدار 5.2 ومع جي بي إس وتقنية NFC. وبالنسبة للبطارية فبتيجي بساعة 5000 ملي أمبير وبتدعم الشحن السريع بقوة 65 واط مع شاحن من نوع تايب سي، وطبعا حجم البطارية دوت وسرعة الشحن الاتنين ممتازين. وبالنسبة للسعر المتسرب على الموبايل على حسب بعض المواقع الهندية وهو يكون في حدود 300 دولار، يعني حوالي 4700 جنيه مصري و1125 ريال سعودي و2680 درهم مغربي و212 دينار أردني و835 دينار تونسي و40000 دينار جزائري و435000 دينار عراقي. كده انا خلصت كل حاجة على الموبايل، وبالنسبة لرأيي فيه انا شايف انه موبايل ممتاز جدا في الفئة السعرية بتاعته، واحسن حاجة فيه ان هو جاي من شركة ريلمي، يعني سوفت وير مستقر بشكل كافي. بس طبعا السعر دوت بيوضح ان الموبايل دوت مش هينزل الوطن العربي بالاسعار ديت، ده لو نزل، ولو نزل هينزل باسعار اغلى من كده، فهتبقى صفقة هايلة لو عرفت تجيبه من بره. وده كل رأي عنه، وعايز اشوف رأيك عنه في التعليقات. بس هتنساش لايك سبسكرايب وتفعل زر الجرس، ولو عندك اي سؤال سيبهولي وانا بإذن الله هرد عليك. والسلام عليكم.